السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم واحد الموضوع ديال الفرق ما بين التربيه ديال الارانب الجماعيه والتربيه الفرديه. شحال من واحد يعني كيستغرب من هذه القضيه ديال التربيه الجماعيه، وكاين اللي دارها ويعني وصدقت، ولكن نهضروا على السلبيات والايجابيات. اول حاجه التربيه الفرديه والتربيه الجماعيه ديال الارانب كتنطبق على التربيه في التربيه في الاقفاص والتربيه في الارض، يعني الارض. ولكن كاين واحد النوع من الناس يعني التربيه ديال الاقفاص راه كما كتشوفوا كل واحد كتفرزوه بوحده، ولكن كاين بعض الناس اللي كيديروا واخا التربيه ديال الاقفاص وكيديروا كيديروهم مشروكين. يعني التربيه ديال الارضيه راكم عارفين عندها سلبيات كثيره، منها الامراض، منها الجربه، منها بزاف ديال الحوايج. ولكن كاين واحد النوع اخر من المربين اللي اسمه كيدير التربيه في الاقفاص ولكن جماعيه. نهضروا دابا بالعقل، يعني واش كتظنوا ان التربيه الجماعيه صادقه؟ نهضروا على التربيه بعدا المعزوله، كل حاجه معزوله بوحدها كما كتشوفوا معنا. هذا اذكر انتما، هذا شانشيلا اذكر اللي هي كاينين النتوات. انتما تخيلوا معايا كون راني كتشارك هادشي كامل، يعني مشروك كلشي في خطره، اسمو غادي يوقع. اولا ما غاديش نولي نعرف يعني كل وحده فوقاش تلقحت. ثانيا ممكن ان الارنب يدخل عند النتوه، يعني الذكر يدخل عند النتوه ويبغي يتزوج معاها ويرفس هذوك الصغار ويقتلهم. كاين قضيه عاوتاني ديال النتوات، يعني الانثى الا مشات حتى وحده كانت شرسه وضربت مع الاخرى، شيء طبيعي انهم غادي 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 وحده غادي تدخل عند الاخرى الصغار ديالها وغادي تقتلهم. راه كاين واحد النوع ديال النتوات اللي كيكونوا شرسين، ممكن انها تاكل الصغار ديال الاخرى. ناهيك على يعني المشاجره بعضياتهم، كيبقاو ديما كتلقى وحده مجروحه، ديما عندك الدم في الكاج. بالنسبه للتربيه الجماعيه عاود وهي الذكور، كونوا متاكدين ان الذكور الا خليتهم في منطقه وحده ملي كيكونوا صغار، يعني نقولوا في الشهرين باقي ما يضربوش بعضياتهم. كي كيفوتوا الشهر الثالث الشهر الرابع صافي كيوليو واخا يكونوا خوت كيبقاو يضربوا بعضياتهم. ممكن ان تنوض في الصباح تلقى شي واحد ميت، يعني هما كيتقاتلوا بعضياتهم ماشي غير كيتضاربوا. الذكر مع الذكر راه ما كيتحاملوش مع بعضياتهم. كاينه قضيه اخرى عاوتاني وهي ملي يكون الذكر كبير ومشى لواحد الانثى، يعني عاد عندها نقولوا 4 شهور باقي ما عندهاش الوقيته، ما وصلش الوقيته اللي غادي يتزاوج ويمشي عندها ويلقحها، شنو كيوقع؟ صافي هذاك النتوه غير توادعوا معها، ما غتبقاش تكون طبيعيه. هي يعني النتوه خصها ضروري انها تكون يعني تتوصل الوقيته ديالها ديال 5 شهور عاد ممكن انكم تزوجوها. لكن الا كانت التربيه الجماعيه غادي تنوض تخلاط، غادي ينوض قضيه اخرى عاوتاني ان المزاوجه بين الخوت عاوتاني كذلك غادي تولي يولي يعني المزاوجه ما بين مثلا ذكر وانثى اخته. اذا كانت هذه القضيه هذه كونوا متاكدين ان ذاك الخلفات ما غاديش يخرجوا لكم مزيانين، عاود غادي يبداو يخرجوا هناك تشوهات خلقيه. اذا كانوا المزاوجه ما بين الاخوه غادي يكون يعني الصغار ديالهم فيهم تشوهات خلقيه، اما واحد ما عنده غيود وحده، اما واحد ناقصه له رجال، المهم غادي تعذبوا في التربيه ديالهم. من الاحسن ان تفهموا اسمه هو التربيه ديال كل حاجه معزوله بوحدها. هذاك راه هو ان التربيه ديال الذكاء، انا كنعتبرها تربيه الذكاء، يعني كل واحد بوحده، كل واحد نتايا مقيد له لادار ديالو فوقاش يعني تزاوج. وكاين قضيه اخرى عاوتاني ديال الدواء، انكم الا مشيتو بغيتو ديروا الدواء الواحد، ما الا كان هذاك الشانشيلا مثلا بحال هذا نقولوا واحد نيوزيلندي كيشبه لخوه او
بحال هاد النسوات هادو جوج مثلا هادي بابيون فرنسي مع بابيون فرنسي توام توام بحال بحال باش غادي نفرقوا بيناتهم الا كنا وحده درنا لها ليبرا والاخرى درنا لها ليبرا باش غنفرقوا بيناتهم ولا وحده درنا لها الدواء والاخرى ما مديولهاش الدواء يعني فات بيناتهم مثلا شهر يعني غادي في الحقيقه ما يمكنش اننا نبقاو نديروا تيكي واحد الكتبه فوق منهم ونعقلوا عليهم غير هكاك لا هنا غادي يكونوا بزاف ما عندناش كيفاش نديروا لهم. اذا التربيه الجماعيه في الاقفاص ولا التربيه الجماعيه في الارض في الارضيه راها خاطئه 100% انا على حسب التجربه ديالي. الناس اللي داروا التربيه يعني جماعيه وصدقت لهم انا كنظن هذاك باللي راه ما كاينش واحد نقولوا واحد الخطه في التربيه ديال الارانب يعني غير حاطهم وتا كيكثروا عنده مره كيلقى الموت مره كي ما كيفهمش علاش واحد مات ما عارفش علاش. اما بالنسبه للعزل يعني كل حاجه تعزلوها بحال دابا نقولوا هاد 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 الكاج هذا انتم فيه الارانب راه كل حاجه معزوله بوحدها يعني كل قفص بوحده يعني كندير واحد لادات ديال كل واحد بوحده الصغار بوحدهم ديال التسمين بوحدهم النسوات اللي عاد نوجدهم بوحدهم الاحلال يعني الحوايج اللي انا ما عندي غرض بهم فيهم شي مشاكل نقدر نبيعهم يعني بالكيلو يعني ماشي نبيعهم ما نغشوش. المهم كيكون عندنا حنايا مركزين مع التربيه ديال الارانب ماشي راه غير حنا غير كنخربقوا صافي راهم تمايا تكلقاهم واحد النهار راهم تزادوا لا خص كل حاجه تكون بضوابط. اذا الحلقه ديالنا هي هذه الحلقه ديالنا راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تساندونا ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد. هي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.